الله تعالى بركاته. تحياتي لكم خوتي. كما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا العظام راه باين اليوم ديالها. اليوم ها ديال الكفته، اليوم الكفته اللي تحركات. غنشوفوا معنا الحيمات اللي تنصابوا الكفته، والكفته كي كتخرج. واللي اول مره طلع من الدور السي كما العاده ديال واحد الاشتراك باش يجي باش يشوف الفيديو بزاف الناس وبارطاج مع الخوت. وتحيه لكم كل فيديو راه فيديو زوين، هو فيديو عامر بالكفته اليوم. تحيه لكم، مشاهده ممتعه. شكرا لكم. دير ورا الحش تعلمت من الوالد هادشي. هادو ولا بزاف؟ بزاف؟ لا صافي؟ انا بحط فيه شويه جديدات وبعدين صافي؟ طيب سلام عدنوس كل شيء اليوم يوم الكفتة، يوم الحدا عاوتاني الكفتة مطلوبة اليوم. ماجي شي بوكس صوب لي الكفتة قليل، شي بوكس صوب لي الحدا. ديال الكفته عاوتاني ستة
لا لا والله لا مزيان الله ومالك الحمد لله لا بخير لا لا بخير الله لا بخير اليوم ما كاينش شويه الصاد ولكن ما الحمد لله على كل حال ما باش الحاج بغات تفترط شي شويه درنا له المدور ديال الكتف عندنا هاد العضويه مع هذا حيدنا وبغا تكون قالت لي ماشي شويه ما بغاش نشفى لا بس الحمد لله كيلو الحاج كيلو فيه شويه ديال مخلوطه مع ديك اللي شويه ناشفه نجي فيه حتى واعره غير بقى واحد شويه تيجي على قربيه غير تبقى تسالي ما كتبقى طريه السلام ورحمة الله الله يعني ديالنا لا عليك شي لي صاب لي ريغلا صافي شوف ريغلا وكا ها هو اللي في الصيام
اليوم غير كفته ديال كفته اليوم دير بصيله اييه الى المساء غير بصيله مرحبا من الحارة ناقصة ما كثرتش وسيطة صوابين على اليد اليوم كاين الكفته بزاف اليوم الكفته بقينا هذا هو النهار واقيلا في قال الكفته كاع واخا ليامات اخرى كانت الكفته دايره وكاين اليوم كثير بزاف لذلك هذه نصوص داك الصبير باش نعاون به شي شويه باش حتى الناس اللي كتبغي شويه الكفته من يد ما هكا اللي بغى الكفته فيها شويه ديال الليدام هذا الصدر هذا فتكون فيه كيكون فيه الليدام تيكون فيه كلشي الكفته ديالو كتجي يا سلام كاين اللي ما كيبغيش الكفته ديالو فقط تيقول لك يدمها اللهم ملي قالك يدمها تصبر من هنايا تجي من يد ما مريقلها كاع كيما شفتو شحال واحد تيقول لي لا عفاك دير لي الكفته يتبع شي شويه لذلك هاد السوسو الصدر هذا نعاونو به شويه الكفته حيت الفقد عندي صغير داكشي سليعه صغيره ما خي يدير جينات صغار نعاونو به سلام ان شاء الله بخير الله يحفظك ليا بالك الخشبه هادي تحلات خصني نقوليها باش نتسناها ونخدم مرتاح مع راسي ديك على الجهه ديال الطلعه باش تعاونك باش ما يشبعش اللحم راه فين حطيت لكم الصدر هكا شحال مره شي جوج مرات حطيت لكم الصدر هكا تنكيو اليوم جات مع الكفته جات مع الكفته قلنا راه نشاركو معكم
شدو نديرو ديك اللعيبه ديالها ها هو ماشي تصاوب علين ديك اللعيبه ديالها نخدمو بحال هكا لا شي كثار ها طرف موريتكم ماشي مره ماشي جوج شنو هما الكاريكاتير فهمتش دابا غادي نمشي نفتح دابا شوف شي شغل هذوك